بري. التواصل يستمر والتحية إذا تجدد بكل المشاهدين والمتابعين أينما كانوا من خلال هذا المسار، من خلال هذه الانطلاقات على بركة الله. إذا المشاهدين متابعين الكرام، نواصل استمرار هذه الانطلاقات وهذه التحديات بسادس أشواطنا في هذه الانطلاقة والشوط الخاص بالجحدان في انطلاق أول يحمل هذه المنافسة. نبدأ إذا من البداية ونبدأ إذا بالتحدي الذي أعلن الانطلاق الصباحي الجميل هنا في هذا اليوم وهذا الصباح، العشرين شوطا التي ستكون حافلة كلها بالإثارة والتحديات. انتقل إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول في اندفاع هذه اللحظات، والأسد الذي بدأ بانطلاقة أول هذا الصباح حمد بن صالح القمرة. هناك المركز الأول للأسد حمد بن صالح القمرة المري، بينما المركز الثاني يأتي الباز في المركز الثاني على ثاني المراكز ماجد بن محمد بن حلفان المري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مياس على المركز الثالث عتيج بن قريح المري. انتقل إلى المركز الرابع مزعل على رابع المراكز سعيد محمد بن معتوق العامري، وخامس المراكز هذا هو مياس عيسى بن أحمد الكعبي الذي ينتقل إلى خامس المراكز. إذن التحديات متواصلة والانطلاقات متواصلة من خلال هذه اللحظات، ونحن نتابع أفضل توقيت في هذه اللحظة. إذن لمياس محمد بن زايد بن خلفان المنصوري 7:37 و89 جزء من الثانية بالفعل الشوط الأول وانطلاقة الشوط الأول. ونجم الغربية بدأ من هذا الصباح يحمل التوقيت المميز. نعود لهذا الشوط، نتابع هذا الانطلاق، نتابع هذه الاندفاع التي بدأت مع بداية هذه الانطلاقات. ما شاء الله على الصدارة دائما والاندفاع. الأسد، الأسد في انطلاقة هذا الشوط، السندباد القطري صالح بن حمد القمرة المري الذي يعلن انطلاقة الأسد من هذه اللحظات في هذا الصباح. المركز الثاني الباز على المركز الثاني ماجد محمد بن حلفان المري بانطلاقة الباز وطيران الباز هناك على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تأتي الانطلاقة وهيلمان يصل على المركز الثالث سالم بالمتعرض العفاري اللي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع نعود مع مياس على المركز الرابع عتيج بن قريع المري اللي في رابع المراكز، وخامسهم من يتواجد على المركز الخامس سرابع بيد بن محمد الوهيبي اللي يصل ايضا الى المركز الخامس. ما شاء الله من كل بقاع هذه المنطقة من دول الخليج وصلت الشعارات لتكون حاضرة بهذه الانطلاقات. 2.5 كيلو منتصف المسافة والكل هنا يبحث عن اللحظات الأخيرة التي تأخذ إلى نهاية هذا الشوط وتعبر أيضا بانطلاقة هذه اللحظات المميزة. هناك البداية والمركز الأول، الأسد 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 يعود إلى صدارة هذه الانطلاقة حمد بن صالح بن حمد القمرة المري في المقدمة والبداية الأولى. ما شاء الله شكرا أبو صالح على المشاركة وعلى التحديات. 2022 بالفعل هذا الأمل القادم هنا في هذا المكان في دوحة الخير والسلام. هناك على المركز الثاني نعود مع الباز ماجد محمد بن حلفان المري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث هيلمان سالم بالمتعرض العفاري اللي على المركز الثالث. يلا يا هيلمان تحرك يا هيلمان. هنا على المركز الرابع مياس على المركز الرابع تيج بن قريع المري، وهناك على خامس المراكز هذه انطلاقة سراب عبيد بن محمد الوهيبي في المركز الخامس. خمسة مراكز كانت فيها التحديات، كانت فيها الإثارة، كانت فيها الانطلاقات حتى هذه اللحظة، ولا تغيير على المراكز الخمسة الأولى. الكل ينتظر لحظات إعطاء الإشارة والأوامر والانطلاقات النهائية التي تحمل هذه التحديات. ما شاء الله البداية هناك بالأسد، والأسد مسيطر
الأسد لازال على مقدمة الشوط، لم يغير ولم يقترب أحدا من الأسد. هناك على المقدمة حمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري في الانطلاق الأول، وهنا الباس، الباس على المركز الثاني ماجد محمد بن حلفان المري على المركز الثاني. ما شاء الله منافسة ما بين المنطلقين والمتحدين والتنافس الثنائي على مقدمة هذا الشوط. إذن تحديات ثنائية بين الأسد والباز على المركزين الأول والثاني، والصراع أصبح منفرد ما شاء الله. هنا على المركز الثالث هيلمان، هيلمان على المركز الثالث، هنا لسالم بن متعرض العفاري اللي يصل في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. وعتيج بن قريع المري ما شاء الله مع مياس، مع مياس من انطلاقة ثالثة، وهناك الدخول القادم من هذا الشعار محمد بن أحمد بن مايد الخيلي مع الفارس اللي وصل في هذه اللحظة إلى المركز الخامس ومساري خامس المراكز. ما شاء الله الكل هنا عبر إذن عن أداء الجميل، والانطلاقة بدأت مع الكيلومتر الأخير، اللحظات الأخيرة التي حملت البداية وسيطرة، سيطرة من الأسد، بقاء الأسد على القمة، أسد الغابة وأسد الميدان. وهنا ينطلق مع هذه اللحظات حمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري، روح يا السندباد روح. هناك ما شاء الله خلاص النهاية هنا بالأسد، ولا أحد يقترب من الأسد، ونحيي أيضا مضمر الأسد سليم بن علي العويسي ما شاء الله على هذا الأداء الجميل اللي قدمه الأسد، وأعلن الأسد أنه ما شاء الله قيادة هذا الشوط كاملا، 5 كيلومترات سيطرة هناك والدفاع. تهانينا والناموس صالح بن حمد بن قمرة المري وحمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري على هذا الأداء ما شاء الله. سلام يا شحاني، سلام شحاني، سلام الأداء الجميل، سلام التحية هنا بانطلاقات هذا الصباح، وسيطرة الأسد، انفراد الأسد، وصول الأسد في هذه اللحظة إلى المقدمة وإلى المركز الأول. تهانينا والناموس وصباحكم فل يا هالي الشحانية في هذه الانطلاقة وهذا الصباح الجميل. المركز الثاني الفارس محمد بن أحمد بن مايد الخيري، والمركز الثالث هنا وصل الباز ماجد محمد بن حلفان المري، المركز الرابع العتيج محمد بن زيتون المهيري إلى الطاب، والمركز الخامس كان هناك شاهين محمد بن أحمد بن العكوي العامري. هذه المراكز الخمس الأولى والانطلاقات الأولى، وما شاء الله الأسد، الأسد تغنينا على مدار 5 كيلومترات بالأسد على البداية، ونشوف توقيته الأسد الزمني 7:42.63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سيد حمد بن صالح بن حمد بن قمرة المري، بينما المركز الثاني كان من نصيب الفارس سيد أحمد محمد بن مايد الخيلي 7:45 و45 جزء من الثانية أيضا. تهانينا والناموس.